اولا وخليني برضو ارجع لحضراتكم في موضوع مهم جدا، علشان يعني ايه او كيفيه احتساب ضربات الجزاء. اربع حاجات انا جبتها لكم من اللائحه، مش يعني انا مش هقول كلام مرسل، لكن انا جبت لحضراتكم اللائحه، اللائحه اللي موجوده في الاتحاد الافريقي بتقول ايه. اربع حاجات يجب مراعاتها او مراعاه الاعتبارات الاتيه في حاله طرد لاعب. الاربع حاجات: المسافه بين المخالفه والمرمى. المسافه بين المخالفه والمرمى، يعني لو يعني لو الفاول معمول في وسط الملعب فما ينفعش تدي له كارت احمر، لكن الفاول معمول على ال 18 يبقى ممكن. اذا دي بتنطبق على حاله ايمن اشرف اذا اعتبرناها مخالفه اساسا. انا خليني اخدها مع حضراتكم واحده واحده. نمره 2، الاتجاه العام للعب. يعني ايه؟ يعني الكره رايحه للجون، الكره رايحه للجون ماشي. خليني ايمن اشرف لما لمس اللاعب الكره كانت يمكن رايحه للجون، يمكن خلينا اقول ان ده صحيح. نمره 3، تمركز وعدد اللاعبين المدافعين. ماشي، ايمن اشرف دي انا مع اللائحه ان ايمن اشرف كان اخر لاعب وما كانش فيه بينه وبين محمد الشناوي اي لاعب اخر. طيب الرابعه، احتماليه الاحتفاظ او السيطره على الكره. احتماليه الاحتفاظ او السيطره على الكره اللي هي اخر اربع سطور قدام حضراتكم. المسافه بين المخالفه والمرمى ماشي موجوده، الاتجاه العام للعب اللي هو رايح للجون، احتماليه الاحتفاظ او السيطره على الكره. هل اللاعب اللي وقع كان في سيطره على الكره؟ وللاسف انا ما عنديش الحقوق عشان اقدر اجيبها لحضراتكم. اللاعب اللي وقع لما ما اعرفش، هو انا كره وهي بتتلعب عاليه كده واحنا الاثنين بنبص فوق وبنلف مع بعض، فانا بلف بايديا وبلف برجليا، بلف بكل جسمي مظبوط. فانا بلف كده ايدي جت في اللاعب، اوكي هو مثلها وعملها 10 على 10 وتتحسب فاول ماشي. كل ده انا معاكم فيه، كل ده انا مع حضراتكم فيه، ولكن هو اللاعب سيطر على الكوره؟ اللاعب ما سيطرش على الكوره، وبالتالي لا يجب قانونا، مش كلامي، قانونا لا يجب طرد ايمن اشرف. كارت لازم يديله كارت اصفر اذا اعتبرنا ان هي فاول مظبوط، اذا اعتبرنا ان المسافه تسمح بان هو يجيب جون، اذا اعتبرنا ان هو رايح على الجون، اذا اعتبرنا ان ما كانش فيه لعيبه ورا ايمن اشرف غير محمد الشناوي بس. لكن هل اللاعب كان مسيطر على الكوره في وقت لما ايمن اشرف لمسه؟ اذا لا تنطبق عليها الحالات الاربعه او الاعتبارات الاربعه اللي يجب ان تكون موجوده عشان اديله كارت احمر. وبعدين ايه ده جاي من اخر الملعب قام حاطط ايده في جيبه ومطلع الكارت الاحمر ومديه لايمن اشرف كلنا واحنا قاعدين فوقنا، ده مستني. وتقريبا في لعيبه اتكلمت معاه وهو رايح في الطريق. بالمناسبه انا برجع واقول تاني ان النادي الاهلي في هذه المباراه كان لا يستحق الهزيمه، والنادي الاهلي في هذه المباراه كان الافضل في كل شيء، مش كلامي برضو، كلام الاحصاءات وكلام الخبراء وكلام كل الناس، وان فايلر عمل اللي عليه اثناء المباراه بكيفيه اداره المباراه على الرغم من طرد لاعب واصابه مفتاح واحد من اهم مفاتيح لعب النادي الاهلي في الوقت اللي كان ممكن جدا تقدر تجيب فيه هدف التعادل وهدف الفوز. لكن هل الاربع اعتبارات دي بتنطبق على ايمن اشرف او على حاله ايمن اشرف؟ للاسف ثلاث اعتبارات فقط هي ما تنطبق على حاله ايمن اشرف اذا اعتبرناها صحيحه. وبالتالي ما احتسبه الحكم او ما اعطاه الحكم لايمن اشرف من كارت احمر هو خطا قانوني. أنا بس حبيت أشرحها لحضراتكم، وكان نفسي طبعًا إن أنا يكون معايا الحق إن أنا أزيحها، لكن للأسف الشديد ليست الحقوق مش معانا هنا في قناة النادي الأهلي، فعشان كده بقولها لكم. أكيد كل الأهلاوية عارفين الجون دخل إزاي،
وعارفين او انا اسف عارفين كيف طرد ايمن اشرف في هذه المباراه.